راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج سكة سفر، ونبدأها بالعناوين. ماذا قال الوزير حول تمكين المرأة في قطاعات النقل؟ احتفال مبهج باليوم البحر العالمي ودرويش شخصية العام. إطلاق الخط الملاحي السخنة مومباسا الاثنين المقبل. القابضة للنقل تحسم اختيار استشارة تقييم الشركات التابعة قريبا. افتتاح فرع الأكاديمية العربية بالشارقة تزامنا مع احتفالات أكتوبر. جمعية عمومية للجسر العربي للملاحة ومدير عام جديد للشركة. المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض وترتيبات جديدة لبدء العمل في رصيف 55. مصر تستفيد من بنما في إجراءات تسهيل رفع العلم المصري على السفن. كانت هذه هي العناوين، وإليكم التفاصيل. كان الاحتفال باليوم البحر العالمي يوما مبهجا بالفعل من حيث التنظيم والكلمات التي جاءت في هذه المناسبة، وركزت في المقام الأول على تمكين المرأة في قطاع النقل البحري، تكريم عدد من السيدات العاملات في هذا القطاع. تحدث في هذه المناسبة كل من اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي ألقى كلمة قوية استعرض فيها الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر وتؤهلها إلى أن تحتل موقعا متقدما على خريطة العالم في مجال صناعة وخدمات النقل البحري. كما ألقى وزير النقل المهندس كامل وزير كلمة تحدث خلالها عن تمكين المرأة بقطاع النقل، ولدينا تسجيل صوتي لهذه الكلمة. وقد شملت قائمة المكرمات في هذه المناسبة الدكتورة هبة لهيطة والمهندسة مارسيل شارومبيم وعزة عبد الرحمن وضابط بحري ثاني مروة السلحدار وضابط مهندس بحري ثاني إنجي عادل. وعلى مستوى المواني، حصل ميناء دمياط على أفضل جائزة في مجال حماية البيئة البحرية، وشرق بورسعيد كأفضل ميناء في معدل الأداء، ورأس سدر كأفضل ميناء بترولي، وبورت غالب كأفضل ميناء سياحي. وسفينة العام كانت هي من نصيب وادي طيبة، أما شخصية العام فقد فاز بها عن جدارة اللواء بحري عبد القادر درويش. قالت مصادرنا لبرنامج سكة سفر أن الخط الملاحي السخنة مومباسا في كينيا سينطلق في 7 من الشهر الحالي، وتحديدا يوم الاثنين المقبل، حيث تم حجز مساحات وفراغات لشحن الحاويات على إحدى السفن التي تعمل بمعدل رحلة أسبوعيا كمرحلة أولى. يتم زيادة هذه الرحلات في المستقبل وفقا للطلب. الخط الجديد الذي تتولاه الشركة القابضة للنقل البري والبحري يهدف إلى دعم الصادرات المصرية إلى دول شرق أفريقيا، حيث تم حجز فراغات تستوعب 50 حاوية، وسوف يتم مضاعفة المساحات والفراغات في حالة زيادة الصادرات. من ناحية أخرى، ستحسم القابضة للنقل الأسبوع المقبل اختيار المكتب الاستشاري العالمي الذي يتولى إعادة تقييم للشركات التابعة ماليا وإداريا وفنيا، وتقديم التوصيات للنهوض بهذه الشركات والانتقال بها من الخسائر إلى الأرباح. وزير النقل المهندس كامل الوزير بحث مع السفير البنمي بالقاهرة الاستفادة من الخبرات البنمية في التسهيلات التي تساهم في جذب الخطوط الملاحية والسفن رفع العلم المصري، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة المواني والمناطق اللوجستية، خاصة أن بنما لها تجربة ناجحة في هذا المجال. تزامنا مع الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيدة، سيتم في هذا
اليوم استقبال أحدث مولود في عائلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث يقوم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بافتتاح فرع الشارقة بالإمارات والتي تبدأ فيه الدراسة خلال العام الحالي بكلية النقل البحري. من المقرر أن تشهد العاصمة الأردنية عمان خلال أيام اجتماعا للجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة والتي تعمل في تشغيل بواخر لنقل الركاب والشاحنات والأتوبيسات والسيارات بين مينائي نويبع والعقبة. هذا الاجتماع سيكون أول جمعية عمومية بعد اختيار مدير عام مصري جديد للشركة، هو اللواء جمال إبراهيم، وهو واحد من البارزين من خريجي مدرسة البحرية العريقة والذي يتمتع بقدرات علمية وإدارية متميزة، خاصة أنه حاصل على ماجستير في النقل الدولي واللوجستيات ودورة في الإدارة العليا. يعني هذا الاختيار أو يأتي اختيار إبراهيم بعد اعتذار اللواء يسر الأخرس عن الاستمرار في منصبه كمدير عام لهذه الشركة بعد رحلة حافلة بالعمل والجهد استمرت سنوات، بدأها منذ 2012 بالجسر العربي نائبا للمدير العام. هناك اجتماع مرتقب للجمعية العمومية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي تم تأسيسها لإقامة وتنفيذ مشروع ما يعرف برصيف 55 في ميناء الإسكندرية بالتعاون بين الميناء وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحري. وسوف تتخذ هذه الجمعية عدة قرارات، من أهمها ومن بينها متابعة الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المشروع الذي يضم رصيفا بطول حوالي 2 كيلومتر أو 2000 متر وساحة تقترب من 500,000 متر، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة و العدو المنتدب والاتفاق على اختيار الشركات التي تتولى تنفيذ المشروع. كانت هذه هي الفقرة الإخبارية والتقارير، وننتقل إلى الفقرة الرئيسية في هذه الحلقة، وهي كلمة المهندس كامل الوزير وزير النقل قالها في الاحتفال باليوم البحري العالمي، وتناولت تمكين المرأة والترتيبات التي تقوم بها وزارة النقل لتمكين المرأة في القطاعات التابعة لها. هذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري. إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو تمكين المرأة في المجال البحري، ولهو دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ويتفق هذا الشعار مع الهدف الخامس منها. إن تمكين المرأة يتلخص في إعطاء مزيد من القوة للمرأة، والمقصود بالقوة هنا منحها الفرصة كاملة لتستطيع أن تنتج وتبتكر وتعبر عن رأيها وتؤثر في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع. ويعتبر مفهوم التمكين الذي ظهر في نهاية القرن العشرين من أكثر المفاهيم التي تعترف بالمرأة كعنصر هام وفاعل في التنمية، ويسعى بدوره إلى القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة مستخدما آليات محددة تمكنها من الاعتماد على ذاتها. إن الدول ذات القيادات الحكيمة هي تلك الدول التي تعي جيدا مكانة المرأة ودورها اللامحدود في تنمية المجتمعات، والتي تعرف كيف تستفيد من قدراتها في تحقيق التنمية والتقدم. إن دور المرأة أصبح لا يقل أهمية عن دور الرجل، وأصبحت تشاركه في كافة المجالات والمهن، وقد اختلفت رؤية المجتمع للمرأة كلية حيث وصلت لأرفع المناصب. وبالطبع يوجد العديد من قصص النجاح للمرأة على كافة الأصعدة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني. ونذكر هنا على سبيل المثال المهندسة منى شندي ذات الأصول المصرية التي تولت منصب قائد القوات البحرية الأسترالية، وهو منصب على درجة كبيرة من الخطورة والحساسية. وانطلاقا من هذه القناعة
فقد تركزت جهود مصر في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد استطاعت المرأة أن تثبت جدارتها في ممارسة المهن التي كانت لا تجرؤ على الاقتراب منها فيما سبق. وتولي القيادة السياسية المصرية اهتماما كبيرا بالمرأة وتعمل على دعمها وتعظيم دورها في الدولة بصورة كبيرة، ووصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي إلى 15% وفي مجلس الوزراء إلى 24%، مما يثبت أن الفترة الحالية تمثل العصر الذهبي للمرأة. وفي مجال النقل البحري، هذه الصناعة التي يسيطر عليها الرجال، استطاعت المرأة أن تخترق هذا المجال وأن تعمل به جنبا إلى جنب مع الرجل، وقد شهدت الأكاديمية البحرية عام 2013 تخرج الطالبة مروة سلحدار، وهي أول فتاة مصرية تعمل قبطان في مصر، وهي تمارس عملها بكفاءة وبجدارة على السفينة عيد 4 برتبة ضابط ملاحة ثاني، وتلاها بعد ذلك عدد من الفتيات اللاتي تخرجنا للعمل في المجال البحري. وهناك عدد من الفتيات التي يتم تأهيلهن الآن داخل هذا الصرح الكبير، وهو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وهنا يأتي دورنا كقيادات في هذا المجال، حيث يجب أن نمنح الفرصة كاملة للمرأة لإثبات ذاتها، وأن نعطيها القدر الكافي من التدريب لتأهيلها للمناصب العليا، وعدم احتكار المناصب على الرجال فقط. وقد اتخذت وزارة النقل خطوات جادة في هذا المجال، فشغلت المرأة الكثير من الوظائف العليا. يعني احنا سبقنا الشعار ده او موضوع تمكين المرأة في وزارة النقل، فمكننا الأستاذة هدى عطية من وظيفة مستشار النقل البحري، مكننا الأستاذة منى فرحات رئيسا لقطاع التشغيل والموازنات، مكننا المهندسة منى قطب رئيسة قطاع البحوث، مكننا الأستاذة عزة غانم نائبا لرئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل. يعني احنا كنا سباقين في موضوع تمكين المرأة قبل حتى ما يطلع هذا الشعار في هذا العام. احنا نفسنا كضباط جيش سابقين يعني او حاليين، دايما عندنا دايما كده بنمكن المرأة. يعني انا من يوم ما اتخرجت ورحت الكلية الفنية العسكرية واتخرجت واتجوزت وبقى لي اسرة، مكنت مراتي على طول، مكنت زوجتي من ادت لها مسؤولية الاشراف وكل حاجة في البيت طبعا، لان احنا يعني ربنا بيتولانا بقى ونطلع الجبل ونشوف شغلنا، فلازم نمكن زوجاتنا من تولي امور البيت. فاحنا يعني وارثين تمكين المرأة ده، ما تقلقوش يعني. وتحرص الوزارة على افادتها في مختلف البعثات والدورات التدريبية في الخارج لتكتسب مزيد من الخبرة والكفاءة، وما زال لدى المرأة الكثير لتقدمه في هذا المجال. وفي النهاية أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وأشكركم جزيل الشكر على هذا التنظيم وعلى هذا الحدث الناجح بكافة المقاييس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكة سفر مع هاني عماره.